عبد الفتاح امين عبده الشام. المحامي بتاعهم عارف كل حاجه وعارف ان انا عايش وهم عارفين ان انا عايش والدنيا كلها عارفه ان انا عايش. وديني للمحامي. قال لي بالعربي انت ميت وهدنك ميت وما فيش حياه تثبت لك حياه. يا كده تروح لاخواتي. فعلا رحت لاخواتي وبعدين الحاج محمود جابني من هناك ورحنا على السمعديه رفعنا قضيه وجينا على هنا. ونروح نحضر الجلسه وما بروحش عندهم طبعا. اروح عندهم ازاي؟ طبعا اللي بيه انا وجوز بنت اللي هو ده محمد فوز. وبعدين شويه قالت لي البنت طلعت من الكليه وهتتجوز. كل قرشين يجوا معايا بعتهم لها ربنا كرمها وجوزتها والثانيه كذلك الامر. حتى الولد اتجوز برضه وانا في ليبيا. في السفرية دي وانا راجل بشراع ذراع مش صاحب شركة ولا مقاول ولا بتاع. كنت بتشتغل ايه هناك يا حاج عبد الفتاح؟ بالله. تمام. وبعدين ايه حصل؟ حتى ايدي مصابة كمان مقطوع فيها ثلاث شرايين اهو ايدي اليمين زي ضرب الصاروخ. وايه حصل بقى؟ واللي حصل لما البلد هاجت وكده كل واحد في مكانه ما بقاش يقدر يطلع منه. قعدت 3 سنين ونص ولا 3 سنين او 3 ونص حاجه زي كده. وبعد ما الجو راج في ليبيا بعد الجو ما راج نزلت عليهم على طول. نزلت عليهم استقبلوني الناس اخر استقبال في الدنيا تبقى يستقبلوني عشان الورق. قعدت 3 ايام وبعدين قالوا لي يلا احنا طلعناك شايف وفاه. ما كنتش اعرف ازاي. قالوا طلعناه وعاوزين نلغيه. طب وليه نلغيه؟ قال لك المحامي قال هاتوا منه الجواز وهاتوا ورق اللي معاه اوراقه ليه. وهيلغي شهاده الوفاه. وبعد كده رحت الثوره وطلع شهاده البطاقه وترجع تشوف مصالحك تاني يعني والامور تمشي. قلت ماشي. امتى يعني؟ قال لي يوم واحد بس ورقك يكون عندك. اليوم ده خد له 4 ايام 5 ما تجيش الورقه.